التعادل السلبي بين الفريقين في سيطرة واضحة من طرف واحد لبرشلونة. كرة ملعوبة في الأمام، محاولة المرور وتسديدة وحاولت، ما زالت قائمة الهجمة داخل مناطق الجزاء، ميسي والمحاولات والهدف الأول يأتي. محاولة من سبع أرواح في الكرة الماضية، محاولات كانت عن طريق بيدرو وعن طريق ميسي ورودريغيز. بيدرو رودريغيز محاولات كانت في الكرة الماضية مع ليونيل ميسي، كرة فيها إصرار، كرة فيها رغبة، كرة فيها عزيمة وإصرار على إحراز الهدف، والهدف الأول يأتي. إذن برشلونة يترجم سيطرته إلى هدف والمعانقة الأولى. بيدرو رودريغيز لاحظ تسديدة حارس المرمى على دفعتين، ولكن تواجد ميسي سد التسديدة اصطدمت بالمدافع اللي أمامنا مايك ماكي، ولكن ما عساك أن تفعل أمام ليونيل ميسي. ومحاولة وأجمل ما في اللقطة المتابعة من لاعبي برشلونة، المتابعة من لاعبي برشلونة. لاحظ ميسي حاول في الكرة الماضية، ولكن متابعة بيدرو رودريغيز الماضية كانت إذن إعلان الهدف.